نبدأ فقرة اقرأ الخبر من عند اجتماع المدير الفني باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وتناشوا في حاجات كتير جدا استعدادا للفترة المقبلة. وشهد الاجتماع الحديث عن الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة في كأس الرابطة. شرح كمان المدير الفني البرنامج التدريبي اللي هيخوض به الفريق في الأيام المقبلة، كمان اتكلموا في بعض الأمور الخاصة بتجهيز اللاعبين ذهنيا ونفسيا للخروج من كبوة المباراة السابقة أمام فاركو. خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسي وإسلام جابر حسام عبد المجيد يوسف أسامة نبيه محمد أشرف رؤى وعبد الله جمعة خلال تدريب الفريق امبارح الأربعاء اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. قام السداسي بأداء تدريبات الركض حول الملعب لمدة 20 دقيقة، وبعدها خاض اللعيبة فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب بدنيا للقاء غزل المحلة. كمان كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق اتكلم مع السداسي ومنحهم بعض التعليمات الفنية وصحح ليهم الأخطاء اللي وقعوا فيها في لقاء فاركو، كمان طالبهم بعدم تكرارها. انتظم حازم امام لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه امبارح الاربعاء واللي اقيمت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي استعدادا لمواجهه غزل المحله يوم السبت القادم. غاب اللاعب عن التدريبات قبل مواجهه فاركو بكاس الرابطه بسبب تعرضه للاجهاد العام، وخضع بسبب الاجهاد ده لبرنامج تاهيلي وعلاجي تحت اشراف الجهاز الطبي قبل ان يتعافى ويشارك بالامس بشكل طبيعي في التدريبات. انتظم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اللي أقيمت امبارح يوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة اللي جاي. ويأتي ده عقب انتهاء اللعب من البرنامج التأهيلي اللي كان بيخضع عليه بعدما تعرض لإصابة بكدمة في ركبة خلال الفترة اللي فاتت، وده تسبب في غيابه عن الفريق في مباراة فاركو بكأس الرابطة. حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة بشكل كامل في تدريبات حراس المرمى اللي أقيمت امبارح الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة. وجاءت مشاركة عواد في التدريبات على الرغم من مشاركته يوم الثلاث في لقاء فاركو بشكل كامل، وأدى الحارس تدريبات قوية برفقة الثنائي السيد عطية ومعاذ علاء تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس، وذلك حرصا منه على الاستعداد القوي وعدم الراحة استعدادا للماتش اللي جاي أمام غزل المحلة. أدى لعيبة الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة بكأس الرابطة فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال مران امبارح يوم الأربعاء اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال بالفريق. قام الجهاز الفني برفع الحمل البدني لهذه المجموعة بشكل تدريجي حتى يتم تجهيزهم بأفضل شكل استعداد لمواجهة غزل المحلة اللي جاي، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الحديث مع فرناندو مخطط الأحمال للاطمئنان على هؤلاء اللعيبة وسير البرنامج التأهيلي الموضوع ليهم. لسه مكملين في تفاصيل الفريق الأول، وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية للثلاثي محمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عبد الشافي داخل صالة الجيم بمقر النادي بسبب مشاركتهم أمام فاركو بكأس الرابطة. وفضل الجهاز الفني اكتفاء الثلاثي بأداء التدريبات داخل الجيم امبارح وعدم خوض فقرة التدريبات التأهيلية بالملعب، وده خوفا من تعرضهم للإجهاد. وكمان في رغبة قوية لدى الجهاز في تجهيز الثلاثي بأفضل شكل بدني، خاصة أن هم من العناصر الأساسية اللي بيعتمد عليهم الفريق خلال الوقت الحالي. خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة تقسيمة قوية خلال مران الأمس الأربعاء واللي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة. أقام الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية شهدت مشاركة الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق وأيمن حفني وحازم إمام، وظهروا بحالة جيدة وجاهزية لمباراة غزل المحلة، وذلك عقب عودتهم للمشاركة في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.